السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. نحن الآن مقابل بوابة أو أحد بوابة بغداد، ألا وهو سور بغداد أو بالأحرى دار السلام الذي قام ببنائها المنصور العباسي. وأنا أحاول الآن أن أجد طريقا إلى الدخول، لأن أنظر إلى القمامة، أنا أحاول أن أجد طريقا إلى دخول إلى هذا المعلم الأثري. هذه أحد جدران بوابة دار السلام الذي قام ببنائها الخليفة العباسي، لكن أحاول أن أجد مكان للدخول لأني الآن بين المقابر. السلام عليكم. الآن نحن في داخل هذه المنطقة وهذا هو الجزء الباقي المتبقي والأخير من سور مدينة السلام، أي ما يطلق عليها بغداد. هذه هنا قبور قديمة، وهذه الأجزاء آيلة على السقوط، أما الجدار فأيضا هذا مختفي، هذا مختفي، لكن نحاول أن نعطي فد لمسة جميلة عن تاريخ العراق في العهد العباسي. سبق وقمنا بعرض حلقة عن الكوفة والمسكوكات التي ضربت في الكوفة، وأيضا عن هاشمية الأنبار التي تقع في الأنبار. الغرض منها أنه عندما قام العباسيين بتأسيس سلطتهم وملكهم كانوا في الكوفة، ولكن بسبب ظروف سياسية انتقلوا إلى هاشمية الأنبار، وبعد ذلك انتقلوا إلى هذه المنطقة الجميلة ألا وهي بغداد. في ذلك الزمان لم يكن اسمها بغداد، فقام المنصور بإنشاء هذه المدينة، وهذه أحد ما تسمى بوابة بغداد أو القلعة التي تحيط السور الذي يحيط بغداد. فهذا هو الجدار الباقي الوحيد في هذه المنطقة. نحن الآن نقوم بالصعود إلى هذه المنطقة الأثرية. طبعا هناك عملية الترميم، ويستطيع الشخص أن ينظر إلى كثير من أجزائها. هذه هي بغداد. أو عفوا السور بغداد. وهذه الفجوات التي هنا منها لدخول الشمس، ضوء الشمس، وأيضا لكي تكون يعني محمية عند هجوم الأعداء، يعني مركز جيد لضرب السهام. ولكن هذه حصون بغداد أي مدينة السلام لم تصمد أمام هجوم المغول، وهذه كارثة حدثت في ذلك الوقت، كارثة إنسانية حدثت في ذلك الوقت عندما قام المغول بالهجوم على بغداد والاستيلاء عليها
وبعد ذلك الاستيلاء على المناطق الباقية المتبقية من الخلافة العباسية وقتل آخر الخلفاء العباسيين. صراحة هناك شيء بالنسبة غريب إلى هي وتصوير الأسود، أسدين على الجانبين، لم أكن أعرف أنه يوجد هناك نقش أسود على البوابة، لأن تلك الفترة كانت فترة يعني من ناحية التصوير في ذلك الوقت. هل تمت هذه في فترات أخرى؟ أي لا هل هي تعود لنفس الحقبة أثناء بناء هذا السور أم يعود إلى فترات متلاحقة؟ لأن الأسود من ضمن الرموز التي كانوا يستعملوها المغول، يعني هناك كثير منهم كانت بعض شعاراتهم، لكن لا أعلم، الله أعلم. طيب، لأن فن التصوير في ذلك الوقت أي تشبه كانت يعني فترة صعبة. لكن هناك أيضا من علماء الآثار من وجدوا درهم يعود لأحد الخلفاء العباسيين وهو يمتطي الجواد. نحن الآن في هذه المنطقة، سبحان الله، هناك من الأشياء الإنسان يعني لا يتعظ بها، يعني ملوك وأكاسرة وخلفاء وإلخ إلخ حكموا هذا البلد العريق، ولم يبقى منهم إلا ذكريات تذكر أو بعض المؤلفات التاريخية التي يذكرها المؤلفون والمؤرخون حول هؤلاء الناس. ولكن نسأل الله حسن العاقبة. من باب العلم بالشيء أو من باب بعض الذكريات أنه عندما قاموا المغول بالاستيلاء والسيطرة على بغداد وجميع المناطق، فلم يعرفوا كم في يقتلون الخليفة المستعصم، فحسب المؤرخات فحسب ما ذكر أنه قاموا بالاستعانة بأحد العرافات التي كانوا يعني يؤمنون بها ويصدقون كلامها، قالت هذا الشخص يجب أن يقتل ولكن يجب أن لا يراق دمه، أي يجب أن لا يخرج دم، أو بمعنى أنه يجب أن لا يكون هناك دم أثناء قتله، لأنها كانت يعني تظن أنه كونه هو الرمز للخلافة العباسية وله مكانة، فممكن أن يكون وبالا عليهم. فحسب الكتب التي ذكرت أنه قاموا هذه كلاب سائبة يحذرني، يقول أنها منطقته. كم كلب؟ عفوا، هناك 1 2 3 4 5 6 7 والمجموعة بتزايد. يلا إن الله حسبي وهو
خير حافظ. نعم، نعود إلى موضوعنا. فقاموا الجنود بلف الخليفة العباسي بسجادة حسب ما يذكر التاريخ، والله أعلم، وقاموا بالدعس عليه بالدعس عليه إلى أن مانته يعني محطم العظام ومخنوقا وإلى آخره، والله أعلم مما ذكر. وهناك جميل، انظر إلى هذه، هناك شاهين أحد الصقور، أحد الطيور الجارحة، سبحان الله. ولكن الجميل في الأمر، هؤلاء المغول عندما دخلوا بغداد كانوا كافرين، ولكن أحفادهم خرجوا من العراق وهم مسلمين، وهناك كثير من الجوامع ومن المناطق الأثرية التي قاموا ببنائها. وهناك إن شاء الله حلقة أحب أن أقدمها للمشاهد الكريم في المستقبل إن شاء الله إذا كان هناك وقت، فهي حلقة موضوع جميل لأنه يكون غائبا عن كثير من الناس، ألا وهي عندما دخل المغول والسيطرة على المناطق الإسلامية قام هولاكو بسك نقود. ولكن الغريب في الأمر أنه ذكر في نقوده، يعني حسب المسلوكات الأثرية، أنه مذكور لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الطرف الآخر هولاكو. فهذه السؤال هنا إلى المشاهد الكريم، لماذا قام هذا الطاغية الجبار بسك هذه النقود؟ فهذا إن شاء الله في حلقات مستقبلية سوف أقوم بعرضها لأغراض سياسية، لأغراض سياسية قاموا بعرضها. طبعا عفوا، هذا الكلب لا هو بين يعني رئيس المجموعة. طيب، يعني هو يحاول بطريقة ما يعبر بأنه هذه هي منطقته. عموما، فهذا هو التاريخ، هناك كثير من الجوامع قاموا ببنائها، لكن هذا على فترات يعني متأخرة من حكم أولادهم وأحفادهم. ولضيق الوقت أنا أحاول قدر المستطاع أن أنقل لكم لمسة عن تاريخ العراق وما يحويه. تاريخ العراق يعني منذ آلاف السنين مر بظروف صعبة، حروب ودمار، والناس يعني الناس هم الناس طيبين وكرماء، أما هذه الطبقات التي كانت في ذلك الوقت مسيطرة لم يبقى لهم يعني ذكرى، مجرد يا أما شخص يذكرهم يا أما ينساهم يعني. فسبحان الله، والعبرة لمن اعتبر. تاريخ العراق يعني معبأ بكثير من الظروف الصعبة التي مر بها. فهذه هي عزيزي المشاهد الأرث الباقي من سور بغداد. ويلاحظ والله أعلم أنه هي كانت يعني ممكن أن تكون أنه كانت مياه هنا، لممرات المياه كانت محاطة، ولكن على مر الزمن والتاريخ تبدلت الطبيعة وتبدلت الجغرافية الأرض والمناخ، فلم يبقى من هذا الأرض التاريخي سوى هذه الذكريات التي نتحدث عنها. أرجو لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ونعتذر لضيق الوقت ولمشاهدة
قصر الحلقات لبعض المناطق الأثرية بسبب اختزال، يعني بسبب قصر الوقت وضيق الوقت، فأحاول أن أجمع معلومات جميلة خاصة إلى المغتربين العراقيين في الخارج، وعامة إلى جميع الناس بما يحوي هذا البلد العريق من آثار وحضارة منسية. نقول هذه الكلمات البسيطة وندعو الله أن هناك من يسمع صوتنا لكي يعتنوا ويعتنوا ويعتنوا بهذا الأرث التاريخي. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.